يلا يا دينا. دكتور اقول تقولي ايه بقى؟ الكونجنيتال والباثولوجي بتاعت الترانسليشن. ما فيش كونجنيتال هنا، الكونجنيتال ما فيهوش باثولوجي. انا اقول بتاعت الترانسليشن طبعا طبعا. ما هتقولي بقى ازاي الهرنيا نشأت من اول الولاده؟ تمام، يلا بقى قولي. كان بيحصل اللي هو الفينس بريشر بيقل فيحصل اديما كونجشن، بعدين بيقل. ده غلط. الفينس بريشر مش بيقل، هو اقل من الارتيريال، فهو اول حاجه بتتقفل. تمام، فيعمل اديما وبعدين الارتيريال يتقفل، يعمل اسكيميا وبعدين ميوكوزا تصلف خلال ساعتين وبعدين ست ساعات ويقع فول ثيكنس، يحصل بيرفوريشن، سترانجليشن، بريتونايتس، وبتحصل اكتر حاجه البرفوريشن عند الايبكس اللي هي الريموت، وعند الكونستريكتنج رينج اللي هي اللي عامله ادهيشنز. الحته اللي فيها البريشر والحته اللي فيها بعد عن الفاسكولار سبلاي. التريتمنت يا دينا؟ احنا حضرتك قلت ان نعمل اوبريشن على طول خلال 1 ويك. تكر بقى، هو قال لك ان في اي سباكس صح؟ طبيعي ان بعد اي تاكسس في الاطفال تحط اي سباكس فيه، ما نعملش عمليه على طول طالما اتردت، طالما رجعت، طالما بقت ريديوسبل. ليه؟ لان الاديمه بتبقى عنيفه جدا، لو دخلت على طول يحصل ايه؟ انجري، والساك تبقى مهربده وفرايبل. الحالة تعملي ايه يا دينا؟ استني 48 طالما عملت تاكسس. طب لو كانش حصل تاكسس تكتبي كده بقى، يبقى اد في الاجابه الاتي. If taxes failed, urgent operation within 2 hours is done. لكن if taxes سهم reducible, wait 48 hours to allow edema to resolve. دي واحد. اثنين، العلاج هرنياتومي operation alone as it is. Congenital hernia without muscular weakness requiring no herniography or hernioplasty. آخر كيس يا سمر، 2018 يا سمر. 55 year old male patient with a history of hypertension and diabetes presents with right. ليه يا سمر قال history of hypertension and diabetes ليه؟ عشان تقولي له في العلاج هصلحهم وخلي بالي منهم عشان يبقى controlled، حيث ان الهايبرتنشن يأذيني في البنج وان الدايابيتس يأذيني في الهيلينج. تمام. فطلعي منهم سهمين وتقولي له for treatment adjustment. ليه؟ hypertension سهم، anesthesia، diabetes سهم، الانستيزيا and healing path. يعني ممكن الشبكه نفسها يحصل فيها infection. المهم قال لك right groin discomfort، شايفه قال كلمه discomfort ازاي يا سمر؟ ماشي. في غلطة مطبعية هنا مشهورة للأسف ما صلحتهاش برضو، كلمة تو غلط والإس غلط، اكتبوها. كلمة تو غلط والإس غلط، أنا آسف جدا، آسف. ممكن أبعت لكم حتى الصورة الرئيسية الأوريجينال بتاعة الامتحان. خلاص؟ يبقى كملي يا سمر لو سمحتي. Right groin discomfort for the last 3 months. He also noticed bulge in his right groin several months ago. He has no fever, chills, nausea, vomiting, and dysuria. His vitals and are normal. On examination, he noticed that he has 2 masses in the right groin and extends to the scrotum. The mass is reducible, but it immediately recurs after reduction. يا ولد يعني ايه بقى؟
يعني ايه reducible and immediate recurs after reduction؟ معناها انها وايد رينج يا سم. الرينج وايد جدا. مهما الرينج اللي بتبقى شوايد قوي تخلي خلاص تديني جوه والإديمة جوه ما تحصلش حاجة. لكن اللي بتبقى وايد رينج لا. ماشي. يلا كملي بقى. الدايجنوزز تبقى indirect inguinal hernia. ماشي. اه معلش ثواني بس هبعت لكم الايه؟ الاوريجينال بس تعرفوا ان في خطا مطبعي فعلا. اه بعته خلاص يلا. طيب يبقى اول حاجه الدايجنوزز قلنا ايه؟ رايت مش عارف ليفت في اي دايجنوز. indirect inguinal scrotal hernia هو اللي قالك نزل في سكوتر ما اقدرش اقول انجوينال بس. Not complicated ولا complicated؟ لا ده بيقول لك discomfort بس. ترجع. اه كنا بتنزل تاني بعد ما ترجع مش معناها انها ايه؟ irreducible. اوعى كده كلمه irreducible يعني لما ابذل فيها مجهود ما تعرفش تطلعها برضه. irreducible. والعيان ما يعرفش بايده. هي irreducible. خلاص؟ ماشي. وريكوايرز ايه بقى؟ اشوف في شياكه الدايجنوستس. ريكوايرز ايه؟ Pre-operative preparation. Diabetic و hypertensive. بلس هو اصلا سالني عن الديدي فهقول ايه في الديدي؟ الانجوينال والانجوينال سكوتل صح؟ الحاجات اللي في السكوتل اللي بتطلعني على فوق. فخلاص الرسمه وخلاص اكتبوا الرسمه وخلصنا زي اول سؤال حليناه مع زهراء الرسمه مع حسناء ولا زهراء؟ مع حسناء الرسمه وخلصنا. ماشي؟ complications كالعاده هتشرح الاسترانجليشن وكلينيكال بيكتشر بسيطه على كل كلمه منها. خلاص؟ الانفستيجيشنز اسهل حاجه في الهرنيا مش محتاجه حاجه بس هتبقى واخده بالك ان البلاد شوجر والاي سي جي والعين طبعا اكتر من 40 55 سنه اهو. العلاج هعالج البريديسبوزنج فاكتور وهعالج الهايبرتنشن والديابيتس ومش هرنيوبلاستي وتكتب شرحها من الارض. سهلة يا جماعة. أشوفكم إن شاء الله بكرة يوم الاثنين الساعة 9 مساء. حد عايز يسأل على سؤال بعد ما طلعت عينيا ولا هتعتقوني لوجه الله؟ محدش بيرد أساسا. شكرا يا دكتور. محتاج اديكم كورسات يا جماعه في اهميه الرد على الزوم لان يعني بحس اني وحيد وشريد ما حدش بيرد عليا كل واحد للاسف بيفتكر ان غيره هيرد فالنتيجه ان ما فيش حد بيرد فببقى قاعد ارعى ما حدش بيرد عليا تيجي تحط الموضوع ده في دماغكم عشان فعلا انا بتعب من موضوع عدم الرد ده يلا اشوفكم على خير